ولما ننتهي بالمحطات هذه نتاع 300,000 متر مكعب نرى في الإنجاز، اللي واحدة وضعت الحاجات الأساسية لها في فوكا، واحدة في كاب جينات، نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب، ونزيد لما نوصل 2,500,000,000 و500,000,000 متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف إن شاء الله. تبقى المياه اللي موجودة نخليها جوفية احتياط لا قدر الله.